التربوي لليوم بنتحدث عن أهمية المناهج الحديثة وأهمية تطبيقها في سير العملية التدريسية. طبعا هذا الموضوع الكثير هام اللي أخذ حيز كثير كبير سواء كان قبل بداية العام الدراسي أو خلال العام الدراسي نظرا لأهميته وأهمية تطبيقه من أجل نجاح العملية التربوية والتدريسية والتعليمية أيضا وأهمية تأهيل الكادر التدريسي. طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نلتقي الأستاذ باسم شرمك الموجه التربوي. يسعد صباحك استاذ باسم واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك المجد. اهلا وسهلا فيك استاذ باسم. يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمه طبعا حديثنا لليوم حول المناهج التربويه الحديثه، اهميه تطبيق المناهج مع يعني نحن هلا صرنا داخلين شوي بالعام الدراسي، لكن اليوم خلينا يعني بعد ما صار بعض الاشكالات حول هذا الموضوع خلينا شوي نوضح للمشاهدين انه اهميه سير العمليه التعليميه، أهمية أيضا تغيير المناهج والإفادة منها على مستوى المجتمع بشكل عام بما يواكب يعني تطوير الحضارة الإنسانية بشكل عام. تمام. أول شيء يعطيكم العافية، وموضوع عن جد كان يعني أخذ من الفترة السابقة أخذ ساحة الإعلام، يعني موضوع تطوير صحيح. المناهج هي مناهج ليست حديثة، مناهج مطورة. أول شيء نحن بنقول أنه بلشت تطوير مناهج بعام 2001-2002 للمناهج لكتب أو محتوى اللغة الإنجليزية. بعدين بال 2003 بلشت بتغيير بعض الفصول للعلوم. بال 2004 أعلن عن هذا الموضوع تطوير المناهج. بال 2006-2007 صار موضوع إنه لجان مشان تأليف مناهج، وهيدي الثورة العلمية التربوية اللي صار بسوريا حول تطوير المناهج من فضائية تربوية ومجمعات تربوية وكل الإنجازات المشاريع التربوية الكبرى. في خطة تطوير مناهجي بناء على الملاحظات التي ترد من الميدان، لأنه دائما نحن مناهجنا تتمتع بالمرونة والديمومية والقابلية للتطوير. نعم. طبعا لمناهجي، ودائما نحن عم نقول أنه في عندنا معايير عالمية، في معايير جودة عالمية، أنه دائما عم تتطور مناهج. هذا تطوير المناهج نحن لازم نرافقه نحن بتطويرنا للكتب المدرسية أو المحتوى والمناهج. صحيح، يعني قصدك تطوير بالحياة، يعني التطوير نعم. ثورة المعلومات، ثورة المعلومات أو انفجار اللي نسميه انفجار معلوماتي في العالم. ثورة المعلوماتية يجب مواكبتها. نحن بنعرف أنه كيف دخلت المعلوماتية كمان نعم. تحت شعار المعلوماتية للجميع، وصار عندنا صار في عندنا مثلا أكثر من لغة للأطفال، صار عندنا مثلا صف السابع بياخذ لغتين. اليوم اللي عم ياخذوا صف السابع كنا ناخذه احنا بصف اللي عم ياخذوا صف الاول كنا ناخذه بصف السابع حول الحروف. نعم. زاد دخلت ماده المعلوماتي، زاد يعني التطوير في المناهج، وفي عندنا معايير جوده عالميه، في عندنا محتوى عالمي، وفي عندنا كتاب عالمي. هذا الموضوع نحن بدنا نرافق هذا التطور. نعم. يعني ممكن انه يكون نقطه البدايه هلا اذا بدي احكي انا مثلا لماذا التطوير؟ لماذا التطوير في المناهج؟ مثل ما حضرتك انت حكيتي انه حتى نواكب حركة التطور العالمي. لا، في عنا مثلا احنا في عنا ليش تطورنا، في عنا قصص. اول شيء احنا المناهج اللي كانت سابقة، وانا دائما بدي احاول انه اشرح هذا الموضوع، ان في شيء اسمه المناهج وفي شيء اسمه الكتاب المدرسي. نعم. الهجمة صارت على هيدي، صارت على بعض القصص مثل بعض اغلفة الكتب، بعض الدروس في الموسيقى. نعم. خريطتين في صف العاشر، يعني إن بنعدهم على عدد الاصابع اللي اخطاء اللي طلعت وطلعت الهجمة هذه عليا بالإعلام وعلى الإنترنت وشبكة التواصل. لكن أخطاء مدروسة أستاذ باسم، يعني صار في تعليق كتير قوي على هاي الأخطاء، أخطاء مدروسة يعني مو أخطاء عرضية. طيب أوكي. أنا أقول لك 52 كتاب تم تطويره، 52 كتاب إذا بنعد نحن الأخطاء، يعني بنعمل قائمة رصد أو بنعمل نحن إحصاء، يعني 12 خطأ بالكتير. يعني 12 خطا على 52 كتاب، عدي شو مثلا كل كتاب فرضا 300 صفحه يعتبر نسبه، يعني خلينا نقول نسبه قليله، يعني ما ربما مثلا يعني صارت تتجير وصارت تنساق بقصص معينه. طبعا هذا الموضوع يعني كان انا عندي مبادره شخصيه كانت نعم. بهذا الموضوع، يعني يمكن ذكر الدكتور دارم طباع رئيس مركز الوطني لتطوير المناهج في لقائه مع برنامج من الاخر مع نعم. الاستاذ جعفر احمد، ذكر انه رحنا نحن باتجاه معين. لا، مثلا في حدا راح بشكل مهني، عملنا مجموعة مؤلفة من كل سوريا، يعني موجهين ودكاترة جامعة نعم. ومؤلفين مناهج، وصرنا نجيب هذه الأخطاء ما نعم. تسمى أخطاء، مثلا بالصفحة رقم الصفحة، اسم الكتاب، الخطأ، الصواب، المقترح نعم. ورفعناها. صار أكيد هذا الموضوع صار، بس أنا بدي أحكي نعم. هلا تماما أنه أول شيء أنه كان عندنا نحن المناهج نحن المطورة أو الموردة من اللجان اللي بعتت عن طريق رصد هذه المناهج، كان في عندنا نحن ضعف
في شيء اسمه ضعف في التكامل والترابط صحيح. بين أستاذ نحن بدنا نحكي أكثر عن يعني الاستفادة من تطوير هذه المناهج وبدنا نحكي عن هالأخطاء اللي تلافتوها أكيد بوضع بعض اللجان كنت عم تحكي لنا هلأ تحت الهواء، ولكن بعد ما نروح لاستطلاع لزميلي لوجين إبراهيم نتعرف على آراء الناس حول هذا الموضوع وراجعين. المناهج الحديثة؟ ما في صعوبة أبدا، لا والله ما أحفادي مسألون ما في أي صعوبة ما يلاقوا. يعني حبوا المنهاج الجديد؟ ما بعرف إذا حبوا بس ما عادي يعني ما عم يشكوا من شيء. شوي صعب صعب يعني بده مجهود كبير وأكيد بالإضافة للأساتذة الخصوصي. يعني عم تعطيهم بالبيت دروس خصوصي لأنه لقيتي في صعوبة ما بتقدر تدرسيهم؟ لأنه المنهاج هيدا يعني غير أيام زمان، في صعوبة، بده شوي يعني تركيز، بده اهتمام من الأهل وبالإضافة للدروس الخصوصي. أحفادي إيه في صعوبة بس بنتي معلمة يعني شوي تناشط مع هالمنهاج هيدا. عم تقدري تدرسي أولادك بالبيت المناهج الحديثة؟ لحد الآن إيه. يعني عم تتماشي مع الموضوع؟ تقريباً. رأيك بالمناهج الحديثة؟ صعبة يعني بدها متابعة كتير بالبيت وبالمدرسة. يعني عم تعطيهم دروس خصوصي ولا لا؟ لا لسه لحد الآن لا. حاسة حالك حاسة انك تعطيهم؟ يمكن لقدام لازم. كتير في صعوبة بالمنهاج، في صعوبة فيه، ما بلاقي انه مناسب لهيك طلاب. تماما، يعني عم تضطروا انه تعطوهم دروس خصوصي؟ اكيد ايه، عندنا اختي خديجة عندها أنسة عربي بالبيت عم تجي لعندها، وفي رفقاتها عندها أنسة لكل المواد. في صعوبة بالمنهاج، يعني ما فيكي تفهمي حتى تعطيه، بده أستاذ يفهمه تيعطيه، بده طريقة. المناهج الحديثة هلأ فيها شيء كان منيح وفيها شيء يعني خارج عن المناهج اللي كنا نحن ندرسها من قبل. طيب هلأ يعني صار صعب تدريسها برأيك؟ مو صعب تدريسها بس بالنسبة للمناهج يعني ما أنا لمستويات الطلاب اللي عنا، وتشوفي فرق بين المدارس الخاصة وبين مدارسنا الحكومية. اضطروا الاهالي مشان يعطون دروس خصوصي؟ طبعا اكيد. هلا ما بتشوفي طالب ابتدائي الا وفي عنده انسه خصوصي بالبيت. كمعلمه في مدرسه كيف لقيت المناهج الحديثه؟ شوي فيها هيك لبكي يعني فيها ايه فيها ركاك كثير. يعني عم تحسوا بصعوبه تدريسها للاطفال؟ ايه والله هي انا هلا ماني عم اعلم صف بس ايه الكل عم يشكي من هالموضوع. ما ملبي الطلب يعني الأسلوب فيها ركيك كتير كتير. المنهاج القديم كان أفضل من الوقت من المنهاج الحاضر. والله أنا حبيت بس بدي شغل من الأستاذ شوي زيادة، عرفتي بصير فوضى شوي، في صعوبة تضبطي الصف بس يعني أريح ندفع. أنا حبيت. ما بتسوى. مثل ما تابعنا آراء متعددة ومختلفة لكن الكل أجمع أنه المنهاج صعب، عم يشوفوا بالمناهج المطورة مثل ما ذكرت ما رح نقول المناهج الحديثة أنه هن عم يلاقوه صعب. في اختلاف طبعا المناهج القديمة، يعني ليش كانت فكرة التطوير والتحديث على المناهج؟ هل مثل ما كنا نحن عم نحكي تحت الهواء معقول اللي كنا نحن عم ناخده بالمناهج قديما كان غلط أو ما كان بالكمية الكافية لحتى نحن فعلا نقدر نتعلم أكثر أو نتعلم صح أكثر؟ طيب تمام، نحن في عنا كانت نقاط ضعف في المناهج، ودائما لازم نحن إن نميز أو نفرق بين موضوع مناهج وبين موضوع كتاب مدرسي. إن الكتاب المدرسي هو جزء من المنهاج، المناهج هي مدخلات وعمليات ومخرجات، إن كل هذه الأمور من أحد المدخلات هي الكتاب المدرسي. نحن هلا يمكن كان الحديث عن الكتاب المدرسي وتطوير الكتاب المدرسي، حكيت أنا المشروعات الكبيرة اللي صارت بال 2004 وال 2006 و 2007 ولحد الآن اللي هي المشاريع الكبيرة، وإجت العارضة اللي هي الأزمة السورية اللي عملت هالقصص هذه، هي بنحكيها بشكل آخر. ولكن نقاط الضعف كانت أول شيء أنه عدم التكامل والترابط بين مواد المنهج. يعني كيف عدم التكامل والترابط؟ يعني في عنا نحن مثلا
مثلا مادة العلوم أو الاجتماعية أو أي مادة، كان مثلا يتكرر الدرس بأكثر من صف، يعني هذا الموضوع بيؤدي إلى الضياع في الجهد وفي الوقت. لما بيتكرر صف أنه أخذناه مثلا صف الخامس أو بالسابع، يعني بيتكرر هذا الدرس. اليوم لا، اليوم صار دور المعلم على موضوع أنه يستذكر المرتكزات المعرفية. صار في عنا اليوم نحن في طريق، يعني في منظومة الدرس اسمها الإشكالية. في البداية الإشكالية أنه بيعرض موقف يثير التفكير، زاد أنه بدي ذكر بالمرتكزات المعرفية، يعني بدي ذكر التلميذ أنه بدي يعرج عليها حتى يبدأ كنقطة بداية. الأمر الثاني كان في عنا ضعف في عملية توظيف هذه المناهج بهالمعارف والمهارات والقيم والاتجاهات اللي بياخذها التلميذ من خلال هذه المناهج في حياته العملية. لا، اليوم صار في عنا كمان منظومة أخرى اسمها المشروعات. المشروعات هذه بدي ينفذ مشروع اليوم، انه ما المهم انك انت بتاخذي بال يعني التفكير الذهني اليوم انطرح اكثر. هلا في قصه، هلا مثلا بخليك انه اليوم انه انت اليوم صرتي صف عاشر او علمي او ادبي، تمام؟ بنجي انه والله انا ادبي، طيب انت اخذت لصف التاسع رياضيات، انه اليوم انه ادبي معقول انه مثلا كل شيء اخذته رياضيات نسيناه بس لاني سميتك اليوم علمي او ادبي؟ اذا اليوم انه هذا التمثل نحن عندنا بالنهايه انه في منظومه الدرس في النهايه اسمه التمثل، انه انت كيف بتخرج هذا المعارف والمهارات والقيم تتمثلها بحياتك الواقعيه. اني هلا مثلا موضوع البحث في المعاجم، موضوع البحث في الانترنت، يعني موضوع البحث والاستكشاف، الطريقه البحثيه، الطريقه الواقعيه الاقرب للطالب ليمثل الشيء اللي عم ياخذه. انا عم بحكي على نقطه ضعف انه كانت في المناهج انه عدم تمثل شو بياخذه. في عندنا كمان نقطه ضعف اللي هي ضعف في توظيف المصادر الخارجية. نعم. يعني كان عندنا مثلا هلا اليوم كان الكتاب هو المصدر الوحيد المعرفي، اما اليوم لا، صار عندنا الطفل صار عندنا بمنظومة معرفي. الدروس انه صار بده يبحث بمكتبي بمركز ثقافي بمركز صحي، بده يبحث على الشابكة، صار في عندنا هذه الأنشطة اللي بتستدعي ان البحث والاستكشاف، وانه اعتبار الكتاب المدرسي هو المجال الوحيد، أحد مصادر يعني المعرفة. نعم. هلا سابقا كان في عندك أنه المعلم والكتاب أنه خلص هو المصدر المعرفي. طب أستاذ بس مش عم بيلاقوا الصعوبة، يعني الأهالي عم بيقولوا أنه في صعوبة بالمنهاج. بدي حكيكي بموضوع، ليش ما كان في تمهيد للمناهج حتى يتقبل؟ بدي أحكي بهذا الجانب، بس بدي أكمل أن نقاط الضعف اللي كانت موجودة. نعم تفضل. كمان كان في عندنا نقطة ضعف في أنه التقويم، التقويم الذي كان يقتصر على قياس الفهم والتذكر يعني كحد أعلى. اليوم انه لا، انه عندنا نحن في علامه اليوم للطفل، اليوم مثلا النشاط الى علامه النشاط صارت بالحلقه الاعداديه والثانويه. اثنين عندنا علامه المشروعات، يعني طريقه المشروعات كمان الى درجه. اليوم يعني في عندنا اسمه مؤشرات الاداء، يعني اداء المتعلم، يعني هون هيدي اللي بتراعي الفروق الفرديه بين المتعلمين، هي بتراعي مستويات المتعلمين مثل ما سمعنا هلا ببعض انه ما بتراعي فروق فرديه، لا بالعكس، المناهج المطوره اليوم كثير بتراعي كل المستويات، عم بتراعي كل هيدي وانماط المتعلمين وانواع ذكاءاتهم وهيدون. نعم. كمان كان عندنا نحن في شيء اسمه ضعف بسيادة أو سيادة الموضوعات النظرية في المناهج، هيدي بتخلي المعلم يتجه نحو الإلقاء والتلقين. نعم. أما اليوم لا، ما في عندنا شيء نظري، في عندنا نحن أنشطة، يعني واليوم دور المعلم أو المدرس اليوم دوره يعني خارج الصف أكثر من داخل الصف. صحيح. يعني نعم. اليوم بدي يشتغل بالبيت، بدي يحضر شو بدي يعطي اليوم، شو بدي ينظم الصف، كيف بدي يعطي الأنشطة، ويجي على الصف يعني لازم كتير يختصر من نشاطه داخل الصف. هو دوره موجه ميسر مشرف، بيوزع مهام، بيراقب، بيقيم، بيعيد، مثلا بيعمل تغذية راجعة للنشاط. نعم استاذ باسم، يعني تغيرت الادوار مثل ما ذكرت. اذا انا هيدي عم اقول لك انه سبب نقاط الضعف، سبب تطوير المناهج لليوم، سبب هي نقاط الضعف اللي كانت في المناهج هي كان سبب من اسباب التطوير. نعم. اذا بدنا نحكي نحن يعني هلا حكينا عن سبب تغيير المناهج وشو الاستفاده منها، لكن هذا الموضوع لازم يرتبط ايضا بتطوير المدرسين، تطوير الموجهين، يعني الطلاب ممكن يتلقوا اي تلقي من المدرس باي طريقه، ممكن يتعلموا بنفس الصف خلينا نقول، لكن المدرس ايضا اختلفت عليه المناهج. حكينا عن الدورات اللي اقيمت للمدرسين. تمام. اي مدرسين شملت وشو هي هيدي الدورات؟ نحن بنحكي دائما معلم هو معلم حلقه اولى، ومدرس هو مدرس اختصاص. نعم. مشان التمييز صار في عندنا نحن من سنوات سابقه في عندنا شيء اسمه يعني مسابقه تعميق تاهيل المعلمين، يعني اللي عنده معهد عملوا له جامعه سنتين وصار معه اجازه بالتربيه. نعم. زادت عدد القبول من صف في كليات التربيه وتوسعت كليات التربيه، اذا هذه اعداد معلم. تمام. في عندنا احنا
خطه الاعداد التدريب في 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 الوزاره بتدرب المعلمين والمدرسين على الوسيله التعليميه، بتدربهم على استراتيجيات والطرائق المطوره، زائد انه دربيتهم على اليوم على في عندنا نحن مثلا عندنا طرائق مثلا الصف المقلوب وعندنا طريقه التعلم التعاوني وطريقه المناظره، هيدي دخلت جديد دخلت جديد مع المناهج، وصار في آلية تدريب، زاد انه مثلا يمكن موليتا احد المنظمات الدوليه صار في عندنا مردود مالي حتى نشجع المعلمين والمدرسين. نعم. هون صار عندنا نقطه اللي هي المدرسين اللي بيعطوا دروس خصوصيه المتعود على نمطيه اللي نعم. حافظ الفاصله والنقطه بالدروس والعم يعطي، هذا اليوم لما اجت هاي المناهج المطوره يعني صارت هذا التغيير عمل له يعني هزه او شيك بالموضوع صحيح. لذلك هذا كان من المعارضين، واي تغيير اكيد بده يكون فيه معارضين. نعم. وانا بقول دائما انه هيدي الظاهره الصحيه الرقابه الشعبيه صارت على المناهج والملاحظات هي ظاهره كثير صحيه. نعم. يعني هيدي بتصير بكل الدول واثناء اي تغيير صحيح. يعني انتم حاولتوا استاذ باسم وايضا حاولت وزاره التربيه تطوير المناهج وفقا للمعايير طبعا تكون متناسبه مع المعايير الدوليه بالتطوير التربوي. طبعا هذا التطوير كان بنرجع لفكرتنا الاساسيه اللي هي بهمنا يعني هو اراء الناس، وبهمنا ايضا انه يكونوا مستجمين مع هذا التطوير. عم بيلاقوا صعوبه، يعني سبب هذه الصعوبه استاذ هل ما كان في تمهيد لهذه المناهج سابقا، ايضا دورات تثقيفيه للاهل حول هذه المناهج طبعا المحدثه، وليش حدثت؟ يعني مثل ما نحن ذكرنا كان في نقاط ضعف تداركتوها حاولتوا ايضا تتلافوها هي والاخطاء اللي كان ايضا عليا هذه الشوائب. بنحكي عن هذا الموضوع، يعني كيف خلينا نوصل الفكره للناس صعوبه هذا المنهاج، كيف ممكن ايضا يتفادوه؟ نحن قلنا انه دائما اي تغيير يطرا عليه هذا يعني دائما ارمي انت حصى في في بركه بتعمل دوائر، بعدين لما تستقر توصل للاخير بتصير سكون. نعم. هذا السكون المعرفي اليوم اللي بصير ان دور كان المعلم، دور المشرف التربوي، دور الاداره التربويه، دور الاعلام انه بهذا الموضوع، طبعا الاعلام اشتغل بهذا الموضوع. بس اليوم اللي مسيطر على الوضع هو شبكات التواصل، يعني يعني صار اي حدا غير مختص او ما بيعرف، يعني اذا بقول لك انا مثلا ممكن اذكر حادث صغير، يعني مثلا نحن دائما نحن بنعرف انه بنقول انه دائما اللاذقية وطرطوس هي ام الشهداء واكبر عدد من الشهداء في سوريا، وان الشباب وقدموا هدول. يعني احد الموجهين معي في المنبر التربوي بعث لي صوره ماخوذه من انه عن الثوره السوريه وكذا، ومرفوع فيها علم الانتداب او علم ما تسمى الفوره. نعم. انه هذه بالمناهج، طبعا انا رجعنا على الرابط ورجعنا الى الى اخر شيء، طلعت المصدر الاساسي هي في غرفه في الاردن، يعني غرفه سوداء مثل الغرفه اللي تم شن الحرب عليها بسوريا. نعم. طبعا تواصلت انا مع القياده السياسيه والحزبيه في طرطوس، وعمل امين فرع الحزب في طرطوس اجتماع مع الموجهين وقالوا انه هذه تدرس في مناهج داعش، يعني اذا هذا تضليل اعلامي كان قصده انه يعطلوا النظام، نظام هو المؤسسه التربويه. نعم. تمام. طبعا في وعي شعبي هون، وفي حدا هلا في عندنا نحن مدرسين ومعلمين ابداعيين. نعم. عم يعملوا تواصل مع الاهل في هذا. نعم. الموضوع، يعني انا مثلا حدا من الناس وكثيرين من المسؤولين، يعني انت برايك استاذ باسم اجتماعات. نعم. بدايه حتى ما ندخل كثير بالتفاصيل، خلينا نحكي بشكل عام حول هذه المناهج، يعني برايك انت يعني اي تغيير بيبدا صعب ممكن مع يعني خلينا نقول سنه ورا سنه وبعد التعديل واعاده الاخطاء الى صوابها ممكن الطلاب والمدرسين يتواكبوا مع هذا التطوير. خلينا نحكي شوي، كنا عم نحكي شوي عن الدورات، بعض المدرسين قالوا انه هذه الفتره للدوره ما كانت فتره كافيه ل خلينا نقول هضم المنهاج او معرفه الطريقه الجديده، وايضا للموجهين لحضراتكم، يعني خلينا نحكي عن الفتره، هل كانت كافيه الفتره الزمنيه؟ كيف عم بيتم طرح العمليه التعليميه الجديده؟ يعني عم تقوم بجولات، حضرتك كنت عم تحكي لنا تحت الهواء هيدي الجولات، سير العمليه التعليميه خبرنا عنها، في ردود فعل جيده بارض الواقع، خبرنا استاذ. اذا بنحكي بارض الواقع يعني صار في عندنا احنا في فروق فردية، مثل ما في فروق فردية في الأطفال في عنا فروق فردية من المعلمين. نعم. يعني في عنا مجموعات كتير يعني ترفع لها القبعة، يعني عم يشتغلوا بطريقة إبداعية. عم يشتغلوا بطريقة إبداعية وعم يحاولوا أنه يواكبوا هذا التطور وعم يشتغلوا على حالهم. نعم. يعني استفادوا من الدورات التأهيلية اللي أخذوها خلال من الدورات ومن غير الدورات. نعم. يعني هل المعلم هو يمتلك كفايات، يعني الدورات إجت أعطيته آلية التعامل مع هذه المطورة جديدة. بس أنا بقول أنه اليوم مثلا العربية لغتي هي ما طبقت بكل سوريا، طبقت بدمشق وريف دمشق فقط. نعم. مثلا المواد الاجتماعية، هلا المواد الاجتماعية عملت شوية قصة أنه تحاكي مهارات التفكير العليا، انه بدها تحليل ناقد
وبدها أسئلة مفتوحة شوي. لا صار في عندنا شوية هون مشاكل ببعض المعلمين انه آلية التعامل مع هذه الدراسات الاجتماعية، عم بيحكي بالحلقة الأولى من الأول السادس، بس فورا انه تواصلنا مع المركز الوطني اشتغلوا بسرعة وعملوا أدلة وعملوا نماذج أسئلة وصارت الأمور كتير جيدة بالميدان، وبالعكس عم يلاقوا المتعة. وحتى الأهل الأول اللي كانوا أنه ما بنعرف شو بنسأل، اليوم بالعكس الأهل صاروا مستمتعين أنه ابننا صار عم يفكر بطريقة صحيح أكثر وإيجاد حلول وبدائل. التعليم الذاتي نعم أستاذ، نحن مشان يعني أكيد نغطي نحن كل المحاور نحكي عن المناهج، طبعا هل هي عم تكون كافية بالنسبة مقارنة لعدد ساعات الدوام الحصص؟ أيضا نحكي عن المحافظات اللي عم تداوم دوام نصفي طبعا بسبب الظروف ظروف هذه الفترة، هل هن قادرين يستوعبوا المنهاج بشكل فعلي حقيقي؟ طبعا كيف عم تكون جهودكم بهذا الموضوع من اجل طبعا استيعاب المنهاج وايضا خلينا نقول مداركته في الوقت الكافي؟ يعني طبعا انا بقول انه في عندنا دائره توجيه مناهج في الوزاره، هي بتحط خطه درسيه لكل المواد، يعني في عندنا مثلا كل اسبوع شو بينعطى اي درس والى اخره، ومحسوب العطل والمناسبات كلها. على المشرفين الموجهين التربويين او المسميين المشرفين والاختصاصيين متابعه الخطه الدرسيه، نعم المتابعة خطة الدرس في المناهج، وأنه بيشوفوا أنه لوين وصلنا وهل يوجد تقصير وحتى بنعوض إلى آخره. الخطة الأسبوعية أو البرنامج الأسبوعي إجت يمكن من الوزارة كان فيها كان إشكالية صغيرة، المهم تم تلافيها، ولكن أنه المناهج بالأعداد وبالدوام هذه ماشي بطريقة صح، لأنه وضعت لهذه للتبييئ حسب البيئة الصفية الموجودة فيها. فعلا هم بعض البيئات الصفية في أعداد كبيرة من التلاميذ، هي إلى طرائق كمان خاصة، يعني نعتبر أنه هذا العدد الكبير هو ميزة وليست أنه موضوع أنه صعب، لا أنه هذه ميزة من الميزات، أنه كيف بدي يتفنن المعلم في تغيير وطرائق التدريس. هلا في عندنا دمج العمليات في المحتوى، هذه كمان من الأمور اللي كانت بالمناهج، هذه كمان بتعطي للمناهج الدفع والفاعلية حتى تتطور وحتى توصل للأغراض والأهداف المحطوطة من شأنها. صحيح، يعني هناك ركائز واساسيات في بس يعني في قصه انه هلا خلصت المذاكرات الاولى طبعا هلا يعني هي اسمها فتره هلا اجتماع اولياء الامور، اليوم لازم الكل في كل المدارس يعقدوا مجالس اولياء الامور، بنجيب اولياء الامور بنشوف نحن شو الاخطاء اللي صارت، شو الصعوبات بتواجههم، شو المشاكل اللي عم يعانوا من الاولاد، وبنقعد متدارسه. يعني هذا الموضوع دائما نحن في عنا طاولة مفتوحة اللي هي طاولة صح. النقد والنقد الذاتي والنقد البناء لمعالجة الأخطاء، هذا الأمر لازم يتم خلال هذا الشهر يعني بعد المذاكرة، يعني هذا من الخطط الخطط إذا كانت بالأنشطة الطلعية أو كانت بالخطط الوزارية، هيدي من الخطط أنه عقد مجالس أولياء الأمور في هذه الفترة. هيك بيكون الأول الولد أنه بهالفترة هذه أنه يعني تم اختباره بالكم بالمناهج الحديثة يعني الفعل ورد، بنشوف احنا شو الاخطاء وبنحاول نعدل. صحيح ضمن هيدا اليوم نتشكرك استاذنا الكريم باسم شرمك، اهلا وسهلا فيك موجه التربوي يسعد اوقاتك، يعني بنتمنى ان شاء الله سير العملية التعليمية بالشكل الصحيح ولطلابنا الاعزاء كل النجاح والتفوق، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك استاذ باسم، وايضا جهودكم مشكورة طبعا بالتطوير والتحديث التعليمي، شكرا لك.